مش عارفة ليه خايفة قوي على مناعة يا بابا. كل حاجة حواليا بتقول إنه بيتعرض لضغوط ومشاكل كتير، وإنه بيتنازل عن أملاكه خوفاً عليها، كأنه هيختفي من حياتنا وبيحاول يأمننا. جوزك مش هين يا نورهان، وأكيد هو عارف بيعمل إيه ليكم ولنفسه. ما هي دي المصيبة، إنه عارف بيعمل إيه، عشان كده خوفه ليه سبب، وسبب قوي كمان. المهم دلوق ضمنيني على اللي تحت يدك. الحمد لله يا بابا، قدرت أفهم كل حاجة، مزرعة المواشي ومصنع المكرونة شغالين إزاي، وحاسة كده أني هقدر أديرهم. كده تبقى بتساعدي جوزك صح، أنت تشيلي هم المصنع والمزرعة وهو يتفرغ لهموم ومشاكله التانية ويحلها. ربنا يستر. معلش يا ماما يا حبيبتي، تعبكي معايا ده والولاد. يا حاجه تعبك راحه، وانا بعمل حاجه، البركه في الشغالين بيعملوا كل حاجه. يلا قومي كلي لك لقمه، شكلك ما اكلتيش طول النهار. ربنا ما يحرمنيش منك. شايف حاجه يا فراج؟ ابدا يا كبير، بس انت ايش دراك اني هتطلع من بيتها بالليل كده؟ هتطلع طالما قالت الرجاله هتشتغلي في البيت من بكره الصبح، يبقى هتطلع. طب وتطلع ليه في الليل؟ وتروح على وين؟ ده اللي هنعرفه لما نمشي وراها ونعرف دسة الفلوس فين. دول مليون جنيه، مليون جنيه في الراج. خافت عليه، قالت تشيلهم في حتة أمان. جايز الفلوس معاها ولا مع بنتها؟ بنتها إيه؟ بنتها إيه؟ غبي، من جوز بنتها؟ كانت تشيلهم معاها، لكن لما وديتها تسكن في بيت الخواجات خافت على الفلوس وقالت تدسهم في حتة أمان. يعني الفلوس تحت يدها عشان كده عايزة تبني؟ عشان كده عايزة تحرض الرجال علي. بص يا كبير، إيه؟ أنا شايف حد فتح الباب. ورايح على الخالي. طب خليك، انا هنمشي وراها حتى ما انا عارفك غبي ممكن تشوفها. خد بالك يا كبير، ايه طريق عشه ابو الحمد ده طريق كله عفريت، ايه وطلعوا الناس كتير يامي. عفريت؟ عفريت صح فراج؟ اي والله، كانهم ملمومين حوالين بيت ابو الحمد، ولما اتقتل ما بقاش حد يحكمهم، واللي يجرب يقتلوه. يا قلبك ميته مو جميله، معقول مش خايفه ولا تخاف ليه؟ دي تخوف بلد. خليك خليك انت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمنتكم أمانة لا تأذوني ولا أذيكم، هاخد حاجتي وأمشي، دستوركم ياللي هنا. كيف ده؟ خوفها كيف؟ حلوة دي، حلوة دي، حلوة دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دستور، دستور، أمنتكم أمانة لا تأذوني ولا أذيكم. شنطتي وامشي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيه اللي بنعمله في الناس يطلع علينا وليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين هو انت؟ هو انت بغل سترول انت عادني تخوفنا ليه؟ بتخوفني انت اللي بتعمل كده؟ ايوه بساعدك، ما شفتك وانت بتعمل كده قلت هي دي الطريقه اللي بتخوف فيها العبريه. وقعت قلبي ليه؟ وقعت قلبك. جيت ورايا ليه؟ مش قلت لك ما تجيش ورايا؟ ما انا خفت اقعد لوحدي. جميله شفتك. هي كانت شايفة قدامي، دي كانت بتجري شوية وتتكعور شوية. تقوم تخوف نانا؟ غور خابت يفك لحم صدرك. فلوسها هي. الحمد لله. صباح الخير يا عرسان. افتحوا افتح يا عروسه، خد فطوركم. ما تفتحوا. قوم افتح. افتحوا. صباح الخير يا امه. صباح الخير يا خلقي. صباحيه مباركه يا نن عين امك تنجموا. خير صباحين يا عرسان. تفضلوا. يا مراري تعشاهم زي ما هو. يا دي الفضيحة يا ولاد. فضيحتي بس يا خالة وجيدة، كل ما في الأمر إن بنتكم كاشة مني حبتين، قلت أهملها بروحتها. تهملها كيف؟ ما تفهمونا إيه اللي حصل. طالع أشم شوية هوا. اطلع يا أخويا زي ما أنت عاوز. إيه الحكاية يا فلحة؟ أنا خايفة يا أم، عيني ما زرهاش النوم يا خالتي. عمر باين عليه ممسوس. لو ما خدتونيش معاكم أنا هموت نفسي. بعدين ده يمكن يكون عليه عفريت يقوم عليا بالليل يخنقني. خش قدامي. امال انا سايباك معايا ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه حاجتي وهفوت لكم حاجتكم. انت بتكلم مين يا ام جميل؟ اسكت. انت مش شايفهم لكن هم شايفيننا، ولازم نستاذنهم ولا يخبوا الحاجه مننا ويخلونا نلف حوالين روحنا. يا ام جميله شوفي دستي الشنطه فين، او قولي لي على مكانها وانا اجيبها. والعفريت اللي هيتكلم اخزق عينيه. دستور سامحوه ما يعرفش. انا كنت داسه الشنطه تحت الحاجات المحروقه دي. مدي يدك هاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميله الحاجات المحروقه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مراري الشنطه وين؟ مفيش حاجه يا جميله، ما كنتش اتحركت مع العشه. يا مصيبتي. لا ده انا دستت الشنطه بعد الحريق، قلت العفاريت هتحرسها ومحدش هيجرب من العشة. يا مراري يا حظك الأسود يا روايح، الفلوس راحت. مفيش حاجة يا ولية مخلول، مفيش حاجة. الفلوس راحت. فلوسي راحت. لا إله إلا الله، أنا ما سمعش منكم غير خربطة وكلام فاضي. ولما يقوم عليها بالليل يخنقها وهي نايمه. يشنقوه وهو صاحي. في عريس يعمل كده في ليله دخلته يبقى مخه في حاجه. يلا يا جماعه توكلوا على الله من غير ما تروح، مفيش حاجه تستاهل. واه بخرب فيك. بطل زناخه مخ يا جزمه يا بنت. اهي جوزك عندك اهو هيقولك على كل حاجه. كلام اللي يدور بيناتكم يبقى سر، ما عايزينش نعرفه لا منك ولا منه. يلا يا مبكري، يلا يا مناع قدامي، يلا جري. عقل عقل يا ولد اخوي، حق من اللي يمشي ورا كلام الناس وين يغرق. عقل يا بيت. اقول لكم ايه انت وهو، ما عايزينش فضايح على الفاضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حقك عليا يا نسمة. وانا كنت قلت انك غلطت في حقي. بتبقى عروسته زي القمر زيك كده ويزعلها،
يبقى لازم يطيب خاطرها ويحب على راسها. طب قولي ايه اللي كان شاغل بالك؟ ولو صدقتك هسامحك. يبقى هتصدقيني عشان انا عمري ما كذبت. هما رجاله شدوا حيلكم. يعني احنا لو حبينا نبني بيوت للعيله كلها هنا هنحتاج مش اقل من 10 فدادين. نخليهم اخر الارض من ناحيه النجح. ممكن يا ابوي. احنا نبني لنفسنا واللي عايز يبني يبني، الارض موجوده ها. والغلابه اللي ما يقدروش بحق وحقيقي نفوتهم للبندريه يزلهم، ما بقاش كبير عيله. يعني كيف يعني ابوي هتصرف في الملايين دي كلها عشان نبني؟ دماغي يا ولدي. قرشان برضك يا ابوي. دماغي حتتفرتك. انا قلت لك رايح نفسك، ما عايش تسمع كلامي. كان نفسي يا ولدي. كان نفسي ابقى عمري بحق. الحكومه تعترف بالنجله دي. هيحصل يا ابوي. بس الاول نبقى يد واحده ونبني بيوت حقيقيه مش عشا زي عمال الطراحيل. الحكومه لما هتاجي هنا هتاخد عاطل على باطل مش هتفرق. والبندريه ممكن يقولوا باصلهم ميانة ويقولوا اننا كنا بنزرع معاهم حشيش بالظبط. يا عم ناجي نبعد عن الناجع لحد ما العميد احمد يعرف اننا ما اكذبش عليه. وانت لسات برضك بتحلم ببيوت حقيقيه مش عشش. المهم حدش يوصل للناجع لحد ما طهره من المخدرات والهبات دي. ربنا يديك له العمر يا ولدي. مالك حسان؟ روحني. مالك اخوك؟ مش قادر اصلك طول يا ولدي. ابوي شيل عمي عمي شيل ياض عشان شد حيلك ابوي. عرفت اني كنت ظالمه الوقت. اعمل يا اخويا انتوا اللي فكركم راح لبعيد. ربنا يهدي سرك يا بنتي. قصه يا مري. حسان مالك يا حسان؟ مال ابوك يا مناع اتكلم. اصبر يا ام اصبر يا ام. انا فين شنطه الدواء يا مروان؟ الشنطة ايه؟ معقولة يا ام؟ كل ده ورشام ياخد ابويا كل يومين اللي فاتوا؟ وانا ايه عرفني يا ابني؟ هو اللي بيمسك الشنطة وينجي دواها. ليه كده يا ابوي؟ ده شديد على القلب قوي. حبي سريان من الوجع اللي انا فيه يا ولد. قلبي هيفرق. روحي هتطلع. مش عارف ايه اللي ممكن ياخده واللي ما ياخدوش. هات اللي هيسكن حتى لو اموت. المهم اموت من غير وجع. لا هيوقف قلبك. ما قادرش اخد نفسي. ما قادرش اتحمل الصداع اللي هيفرتك راسي. صلح على النبي. ريح يا ولدي. احب على يدك. خد نفسك بالراحه. ريح ابوك يا مناع. مش طايقه اشوفه كده. خد نفسك بالراحه. هويلك يا امي هويلك. اطلعوا برا. اطلعوا برا كلكم. يلا. انا قدامي. يلا. ريح يا ولدي. ريح. احب على يدك ريح. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح المبروك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم. الشهاده ابوي فوتك من كل الالم وقول وراي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. خلاص يا خلاص يا ولدي خلاص. حسس ان ارتحت والتعب اتسحب مني. ربنا كبير يا ابوي. ربك رب قلوب يا رب. انت طول عمرك قلبك عمران بالخير يا ابوي. لطيف. مع السلامة. مع السلامة يا عمدة. مع السلامة يا أبو منعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إنا لله وإنا بتملي بسأل روحي إنا لله وإنا ده هم قلبي ولا كبر السن وتملي بسأل روحي لما بقين ده هم قلبي ولا كبر السن جرحك ربابة بتعزف والجرح واخده تسالي وكل ما القى
الربابة بتعزف والجرح وحده تسالي وكل ما القلب ينزل هقول له ما كنت خالي وتملي بسأل روحي لما بقين ده هم قلبي ولا كبر السن وتملي بسأل روحي لما بقين ده هم قلبي ولا كبر السن وتملي بسأل روحي لما بقين ده هم قلبي ولا كبر السن وتملي بسأل روحي لما بقين كنت عارف اني هلاقيك هنا. انت طول عمرك لما كان حد يزعلك كنت تاجي هنا في حضن الجبل، وساعات كتير كنت بلاقيك رايح في سبع نومه. حسام مش ابوك واحده كمان، لا حسام كان ابونا كلنا. عمري يا ولدي ما حسيت انه اخوي وبس. طب تعرف كبرت واتجوزت وخلفت وبقى عمري 40 سنة، وكنت لما اشوفه جاي علي وفي يد سجاره كنت اقسها في سيالتي كيف العيال، مش خوف منه، لا احترامه وهيبه. اخويا الله يرحمه ما كانش في حد في الدنيا احن علي منه. يا ابوي انا عارف ان الفراق صعب، بس الحزن اللي انت عايش فيه ده كيف الرمله الناعمه تبلعك من غير ما تحس بيها. قوم يا مناع، قوم معايا يا ولدي، قوم نفوق لحالنا. انت متعلق في رقبتك ناس كتير، من حقك تحزن عليه العمر كله هو ما يتعوضش، بس اللي مش من حقك ابدا انك تنسى واجبك لحظه واحده. رد علي يا ولدي مناه، قوم يا غالي. كده الواد همام طايح في البلد، فاكر انه بقى كبير صح، مش لاقي حد يلم، وخصوصا بعد ما عمه دياب مات وعملته السودة مع العبايدة. فاكر انك انتهيت منها وان هوى البندر سطلك ونسيت اهلك وناسك. قوم يا ولدي يلا، قوم معاي كده. طيب يا ولدي الا افوتك لحزانك، بس خلي العباية دي على كتافك تحميك برضك بالبرد. ما بقاش في عندي أي كلام يا ولدي. بوي ما حدش قتله يا عمي، بس أنا قلبي معبي من ناس كتير قوي، حاسس إنهم مسؤولين عن موته، زي اللي بيجي عنده طار بس طار مع ظروف وخلق كتير. أولهم همام بس مش آخرهم يعني،
شيخ روم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خد يا فراج، خد الفلوس دي وزعهم على الانفار، وخليهم من بكرة ينزلوا الأرض يزرعوا شتلة جديدة. تسلم يدك يا كبير. خليك لينا يا كبير. خليك لينا يا كبير. خليك لينا يا كبير. اهلا بك يا شوقي. يا كبير فراج، بس يا كبير احنا ملناش نصيب. شوف يا شوقي، انا هقول لك الفرق اللي بينك وبين فراج. فراج بيسمع كلام طوالي، يعني اقول له على كلمه يسمعها طوالي وينفذها طوالي، لكن انت لا، انت لا يا شوقي، انت عامل لي فيها ابو العريف، عامل لي فيها ابو المفهوميه، وانت ما تعرفش حاجه، وده اللي جايبك ورا. انت كبيري وكبير النجع كله، وما عدتش عرضك تاني، بس افرجها عليها عشان ربنا يفرجها عليك. ماشي ماشي يا شوقي، عشان خاطر عيالك بس. امسك ده، امسك دول. عشتك فيهم ويدك حب عليه. اقعد. قول لي يا شوقي، اخبار ام جميله ايه؟ صحيت من النوم لقيت الفلوس على صدرها قاعده ترقص وتقول العفاريت حنوا عليا ويرجعوا لي فلوس. وانت شفت الفلوس دي يا شوقي؟ شفتها، وبصراحه كنت اتخوت انا كمان. يبقى اتخوت انت كمان زيها، لان الفلوس دي انا اللي مديها للحمار اللي جاي هناك ده علشان يديها تصرف منها. ما انا لقيتها نعصانه في الطل جربت ابو الحمد، خفت اصحيها تنفزع، رميت عليها الفلوس قلت يمكن تصحى، لما فضلت نعسانه هملتها ومشيت. عشان كده بتقول ان العفريت هم اللي هيرجعوا الفلوس؟ يبقى تروح لها يا شوقي انت وفراج. خدها على بيتك يا فراج، وقعدها مع مرتك، هي برضك حماتي وممكن اتعاير بيها. بصراحه يا كبير اللي حصل معها يجنن اي حد، كانت في سابع سماء بقت في سابع ارض. تستاهل، وانت كمان تستاهل. عارف ليه؟ عشان قويت قلبها وخليتها تعرضني، وانا اللي عرضني او يقف قدامي اقطع له راسه، حتى لو كان مناع ولد حسان. انا عارفه ان فيكم واحد قلبه حنين علي بيحبني، وهو اللي رمالي الفلوس دي، بس الفلوس دول هم مش كفايه، مش كفايه. انا ورايا جواز وجهاز، اكيد اللي رمالي الفلوس دي عفريت جوزي دياب، هو اللي قلبه عليا وبيحبني. قول لهم يا دياب، قول لهم يرجعوا لي فلوسي وما يخافوا منك. هو اللي كان عايش سابع بين البني ادمين، اكيد عفريته سبع وسط العفاريت. قول لهم يا دياب يرجعوا لي فلوسي، دول مش كفايه، قول لهم هم هيخافوا منك. فهمني يا دياب، فهمني، وافتح حجري ويحتفوا لي كم رزمه ان شاء الله نصهم. اخسى عليك، اخسى عليك يا دياب، استخسرت النص في مرضك حبيبتك. طب قول لهم يرموا لي كم رزمه مؤقت، واني انا هرقص لك رقصه من بتوع زمان. فاكرهم يا دياب؟ فاكر لما كنت بتجيني في بيتي وانا احياني منك؟ كنت دياب، دياب. قول لهم يا دياب، قول لهم يرجعوا لي الفلوس، قول لهم يا دياب واني هرقص لك رقصه من بتوع زمان. قول لهم يا دياب اني هرقص لك يا دياب. وكنت انت، بقول لك يا دياب اياك تخلي عفريت غريب يبص علي. يا دياب قول لهم يرجعوا لي الفلوس، قول لهم يرجعوا لي الفلوس يا دياب، واني هرقص لك رقصه من بتوع زمان. دياب يعني منك فلوسي يا دياب، فلوسي دياب. عايز الفلوس يا دياب، فلوسي.
سودي يبقى انها اتخوتت ولا ايه؟ اصبر يا شوقي نشوفها هتدلع لحد فين. يا فراج يا حماس الكبير يعني فضيح علينا وكبرنا. فلوس انت وليه مخنوله؟ فلوس يا ديان. تعمل ايه عندك؟ فلوس بعده واحده وبترقص لجوزها. مالكم ومالي جوزك ايه؟ جوزك مات يا مخنوله. بعده حشهم عني يا دياب. دياب وضع يا فراج. حشهم عني. فضحتينا غطي غطي. مالكم ومال؟ الله حملوني. ايه دخلونا؟ ايه دخلونا؟ جوالك ايه وليا؟ هرقص لديا. هرقص يا ابني. ديا مات. مالكم ومالي؟ هرقص لديا. خش جوا وليا مخلولة. خش جوا. امشي عن التوهوة. بقول لك ايه، كل واحد يروح على بيته، واللي هيجيب سيرة باللي حصل انا هقطع له لسانه. يلا غلو انزم خدمة تانية يا كبير. كبير؟ كبير ايه بعد الفضيحة دي؟ احمد ربنا يا كبير اللي حقناها قبل ما تقلع موت ترقص العفاريت. كنتوا قتلتوها ولا كنتوا دفنتوها؟ التراب كان هيداري فضيحتنا. عندك اقتلها بيدك واحنا ندفنها. بعد ايه؟ بعد ما فضحنا واللي كان اسمعوا، نبهوا الناس، اللي هيجيب سيرة حماتي ويمين بالله لكون قطعوا لسانه. يلا قول انت وهو غلط. امرك يا كبير. امرك يا كبير. هي بنات خوتت. همام تعال يا همام تعال. الله يخرب بيت ابوك. انت بتعمل ايه يا وليا مخلول؟ انت اسطر لحمك اسطري يا جميلة. انت اطلع تعال شوف امك بتعمل ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يجيد ابو اللي يعرفك يا شيخة. ده أحسن شكل ومكان للبيت والزريبة والشونة. المباني كلها هتبقى بالمسلح وهتكلف تقريباً قد مليون. ما عنديش مانع، وأنا أروح لمهندس المركز أعمل تصريح المباني باسمي، وبكده تبقى نوايا رسمية للبلد الجديدة. بعدها ما حدش يقدر يقول إنك مش تبع المركز، والعيلة كلها تتجمع حوالين الحد الشرقي. هخصصه لبيوت العيلة، اللي عايز يبني ياخد منحة أرض ويبني. وانا متاكد ان بعد اول زرع الكل حيشتري ويبني. اقل له نبعد عن خطر النجع. والله صعبان علي الارض اللي هيبنوا عليها، احنا تعبنا كثير على ما صلحناها. معلش نضحي ونصلح ارض جديده وهنبتدي ميت ان شاء الله. بكره باذن الله اخلص التصريح والاوراق وحفوتها لك وحدي لك الفلوس اللي تكفيك، واعتمد عليك في التنفيذ يا اختي. اعتمد على الله وتوكل على الله. شوف مصالحك في سوهاج. هرجع بس مش قبل ما قابل همام واقنعه يبعد عن الخواجات والمخدرات، قبل ما الحكومه تشيلها لوحده. ولو كان عاقل من الاول كناش وصلنا للحال اللي احنا فيها دي. لازم يعرف ان اللي بيشيل قربه مخرومه بتخره عليه، وهي غلطه انا وابويا من الاول. رايحين نتوب قبل ما نتوب البندريه ويانا. التوبه عمرها ما تكون غصب، التوبه لازمها قناعه بان اللي هم فيه غلط. همام صاحبي وانا اعرفه كويس، طيب وقلبه ابيض، وهيسمع كلامي خصوصا بعد ما بيجي كبير عيلته. قطعت بين يدي وجنبي الجد الاحداني، همي غشي دايس على وردي وريحاني. قطعت بين يدي وجنبي الجد الاحداني، همي غشي دايس على
يضحك عليا في وشي ساعة ما يلقاني وكل ما بفك البيوت ترجع وكل ما بنشف دمعة تطلع والهم لا بيرضى ولا بيشبع ولا بيشبع واللي بقاسي ما قادر أقوله بلساني قطعت جيت يدي الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.